يعطيكم العافية يا صميم. بهذا الفيديو بنشرح إن شاء الله البارت الثاني من شورت كت الإمبريولوجي، بدنا نحكي فيه من عند السكند ويك أوف فيرتلايزيشن لنهاية الملخص. طبعا إن شاء الله راح أشرح الشرح سريع لأنه هي زي خطوات بس، فركزوا معي منيح وإن شاء الله إني ما أطول عليكم. أول إشي السكند ويك أوف فيرتلايزيشن اللي هو بصير عندي من اليوم الثامن لليوم الـ14. اول شيء بدنا نحكي عن الفيبرين كوكولوم اللي هو تجلط الفايبرين. بحكي لي اتس ا بوينت اوف انتر ذات كلوزد باي ا بلاد كلوت، هي زي نقطه دخول بتغلق بواسطه جلطه دمويه. بحكي لي this point of entry when closed by a blood clot few drops of blood comes down and the lady thinks that is a kind of change in the bleeding phase of the menstrual cycle. يعني بحكي لي انه زي نقطه دخول بتغلق بواسطه جلطه دمويه، فبعض قطرات الدم عندي بتنزل للاسفل، فالمراه بتفكر انه هذا زي تغير في البليدنج فيز تاع الدوره الدمويه. ثاني شيء بدنا نحكي عنه اللي هو البلاستوسيست. بحكي لي will develop into two main components. يعني البلاستوسيست عندي بتتطور لمكونين رئيسيين. المكون الاول اللي هو the inner cell mass والثاني اللي هو the outer layer. نحكي عن الانر cell mass اللي هي الامبريوبلاست. بحكي لي which produces the bilaminar embryonic gel discs. يعني هي بتكون لي او بتنتج لي طبقتين من الامبريونيك discs. شايفين هذول الثنتين مع بعض، هذول هيك الطبقتين، هي طبقة وهي طبقة، هذول الثنتين مع بعض بسميهم bilaminar embryonic discs أو بسميهم bilaminar germ discs. طيب بحكي لي إنه هاي البايلامينر إمبريونيك ديسك will develop into two cell layers، زي ما شفنا إنها بتتطور لطبقتين من الخلايا. الطبقة الأولى بحكي لي the cell facing the yolk sac are called hypoblast أو endoderm 1. يعني الطبقة الأولى اللي بتكون مواجهة لليولك ساك شو بسميها؟ hypoblast اللي هي endoderm 1. بحكي لي and these cells are cuboidal in shape، يعني شكلها بيكون cuboidal. لو نيجي نشوف على الصورة، هي الطبقة هاي أنا عندي، مش هون انا عندي اليولك ساك، الطبقه المواجهه لإلها اللي هي هاي اسمها هايبوبلاست وبيكون شكلها كيوبويدال سيل. هون يمكن اوضح الشكل، هي هون عندي اليولك ساك وهي الطبقه المواجهه إلها، لو نلاحظ شكلها بيكون كيوبويدال سيلز. طيب the other cells facing the hypoblast are called the epiblast اللي هي amnioblast الاكتوديرم 1 and these are columnar in shape. يعني طبقة الخلايا اللي بتكون مواجهة للهايبوبلاست شو اسمها؟ إبيبلاست أو بسميها أمنيوبلاست اللي هي إكتوديرم 1 وبيكون شكلها كولومينر. هيو زي ما احنا شايفين، هي عندي هنا طبقة الهايبوبلاست، الطبقة المواجهة لإلها اللي هي الإبيبلاست وبيكون شكلها كولومينر عمودية. تمام، هي these cells are going to form the human being، يعني هاي الخلايا هي اللي بتشكل لي الإنسان. بحكي لي both yolk sac and the inner cell mass are filled with nutrients. يعني بحكي لي إنه اليولك ساك والإنر سيل ماس بيكونوا مملوئين بمغذيات. ثاني إشي اللي هي الأوتر لاير، بحكي لي is going to be the trophoblast which is made of two layers. أنا الأوتر لاير عندي اللي هي راح بعدين تكون trophoblast تتكون من طبقتين، الطبقة الأولى اللي هي syncytial trophoblast والطبقة الثانية اللي هي cytotrophoblast. الطبقة الأولى اللي هي syncytial trophoblast اللي بتيجي من الخارج on the outside، بحكي لي facing the inner cell mass which will lose their cell boundary the cell membrane. يعني بحكي لي انها بتكون مواجهه للانر سيل ماس وانها بتخسر غشاء الخليه تاعها، يعني بتكون بدون غشاء خليه. بحكي لي and become a large mass of cytoplasm and these nuclei are still there. يعني انها بتصير زي كتله كبيره من السيتوبلازم والنيوكليي تاعتها بتظل موجوده بس انها ما بتنقسم، they don't divide، وهي نقطه مهمه they don't divide. طيب بحكي لي this syncytial trophoblast will develop space called lacunae little lakes. يعني انه بحكي لي هاي syncytial trophoblast راح تطور لي زي فجوات او فراغات شو اسمها؟ lacunae. بحكي لي this impassive system of syncytial trophoblast will invade the maternal blood vessel and when they digest eat the wall of maternal blood vessel the maternal blood will fill the lacunae. يعني بحكي لي انه هاي syncytial trophoblast راح زي تهاجم لي الماتيرنال بلود فيزلز اللي هي الاوعيه الدمويه تاعت الام وراح تهضم لي الجدار تاع الماتيرنال بلود فيزلز، فبالتالي الماتيرنال بلود او الدم تاع الام بدخل جوا اللاكيوناي. تمام،
راح نحكي عن هذا الكلام بعدين. بحكي the maternal capillaries are eroded and anastomose with the syncytial trophoblast lacunae forming the sinusoids. يعني بحكي لي إنه الشعيرات الدموية تاعت الأم بتتآكل وبتتفاقم مع syncytial trophoblast lacunae عشان تشكل لي sinusoids أو الجيوب الأنفية. فكيف تتشكل الجيوب الأنفية عندي؟ الماتيرنال كابيلاريز أو الشعيرات الدموية بتتآكل وبتتفاقم مع الماتيرنال بلد اللي هو الدم، أو عفوا بتتآكل وبتتفاقم مع السنسيشيو تروفوبلاست لاكيوناي عشان تشكل لي الجيوب الأنفية. بحكي لي in addition they also invade many glands in the endometrium so the secretion of the glands will fill the other lacunae. يعني بحكي لي إنه كمان أنا بيكون في عندي glands عديدة أو غدد عديدة بالإندومتريوم اللي هي بطانة الرحم. هاي الجلانز راح يصير فيها افرازات عشان تملا لي اللاكيوناي الثانيات. تمام، لو نيجي نشوف يعني وين اتوقع كان في عندي صوره هيو. لو نلاحظ انا هون عندي هاي الاندومتريوم، تمام، اللي هي بطانة الرحم. هون عندي السنسيشيو تروفوبلاست جايه اوتر يعني من الخارج. لو نلاحظ هنا في عندي جلاند، صح؟ هاي الجلاند زي ما قلنا إنه الشعيرات الدموية تاعات الأم بتتاكل مع السنسيشيو تروفوبلاست عشان تشكل لي الساينوسويد، والجلاند بصير فيها إفرازات عشان تملأ لي اللاكيوناي. طيب، ثاني طبقة من التروفوبلاست اللي هي السيتوتروفوبلاست بحكي لي on the inside، يعني بتكون بالداخل. is going to divide and send layer outside of the embryo forming the invasive system of the embryo all round of the embryo. يعني بحكي لي انه السيتوتروفوبلاست هاي بتنقسم وبترسل لي زي طبقات خارج الجنين عشان تشكل invasive system للجنين اللي هو بيكون حوالين الجنين يعني. تمام، بحكي لي the hypoblast then send these cells all the way through the lining of what was blastocell to become to exocelomic membrane. يعني بحكي لي انه الهايبوبلاست هاي راح ترسل لي خلايا عبر زي بطانة اللي هي كانت بلاستوسيل، يعني هي كانت عندي بلاستوسيل، لكنها لما الهايبوبلاست ترسل الخلايا هاي راح تصير عندي exocelomic membrane. تمام، بحكي لي the hypoblast cell and its derivatives اللي هي الاكسوسيلميك ميزوديرم developed new cell between the lining of the yolk sac and cytotrophoblast all the way around the yolk sac. These cells divide and create a mass of cells called extraembryonic membrane اللي هي الاكسوسيلميك ميزوديرم. يعني بحكي لي انه الهايبوبلاستيك سيلز هاي والمشتقات تاعتها اللي هي الاكسوسيلميك ميزوديرم راح تتطور وتشكل لي خلايا جديدة بين البطانة تحت اليولك ساك والسيتوتروفوبلاست. تمام؟ طبعا حوالين اليولك ساك. بحكي لي انه هاي الخلايا راح تنقسم عشان زي تكون لي كتلة من الخلايا، شو اسمها؟ اسمها اكسترا امبريونيك ميمبرين او اكسوسيلوميك ميزوديرم. تمام، بحكي لي cells migrate between the cytotrophoblast and yolk sac and amnion and it's divided into. يعني بحكي لي انه الخلايا عندي بتهاجر او بتنتقل بين cytotrophoblast واليولك ساك والامنيون كمان عشان تنقسم لاكثر من شيء. بس خليني اورجيكم اياهم اول شيء. طيب انا هون عندي cytotrophoblast، تمام، اللي هي هاي الطبقه. هاي الطبقة هيك اسمها سايتوتروفوبلاست زي ما حكينا انها انر، وهون عندي السنسيشيو تروفوبلاست اوتر. فالسايتوتروفوبلاست هاي واليولك ساك والامنيون اللي هي هاي الخلايا، تمام، بتكون مع بعض عشان بتنقسم يعني لاكثر من قسم. اول اشي اللي هو الاكسترا امبريونيك سوماتو بلوريك لاير والاكسترا امبريونيك سبلانشنو بلوريك فيزيرال لاير. اول شيء نحكي عن الاكسترا امبريونيك سوماتو بلوريك لاير. بحكي لي which lines cytotrophoblast and covers the amnion form the connecting stalk and which is the primordium of the umbilical cord. يعني بحكي لي انه الاكسترا امبريونيك سوماتو بلوريك لاير هاي راح تبطن لي السيتوتروفوبلاست وراح تغطي لي الامنيون. يعني لو نشوف هون مش حكينا انا هاي عندي السيتوتروفوبلاست وهون عندي الامنيون.
لما احكي لك انه الاكسترا هاي اللاير يعني اللي حكينا عنها راح تبطن لي السيتوتروفوبلاست وراح تغطي لي الامنيون، يعني هي راح تكون هون بهاي المنطقه زي هيك تمام. فشو بيحكي لي كمان انه هاي المنطقه راح تشكل لي او لما او هاي البطانه يعني راح تشكل لي الكونكتنج ستالك اللي هي يعني نواه الحبل السري. لو نيجي نشوف اللي هي هون، هاي هي عندي الكونكتنج ستالك تمام. مش حكينا عن هون في عندي بيكون ال مش حكينا هون بيكون عندي السيتوتروفوبلاست وهون بيكون عندي الامنيون. فهي ايش بتغطي لي الامنيون وبتبطن لي السيتوتروفوبلاست عشان تشكل لي الكونكتنج ستالك اللي هي النواه تاعت الحبل السري تمام. ثاني واحدة اللي هي الاكسترا امبريونيك سبلانشنو بلوريك الفيزيرال لاير بحكي لي which covers the yolk sac، يعني هي بتغطي لي اليولك ساك. بحكي لي then the vacuoles which developed within the exocelomic mesoderm will unit with each other to form a cavity called extra embryonic cilium أو extra embryonic cavity. يعني بحكي لي انه هاي الفاكيولز راح تتطور داخل الاكزوسيلميك ميزودير تمام مع بعضها البعض عشان تشكل لي كافيتي او تجويف. شو اسم هذا الكافيتي؟ اسمه اكسترا امبريونيك كافيتي او بسميه اكسترا امبريونيك سيلم اللي هي اشوف لو بتبين معي هاي هي. شايفين هاي المنطقة كلها اللي عندي اليورك ساكي زي ما حكينا، لو هاي كلها المنطقة شو اسمها؟ اكسترا امبريونيك سيلم او بسميها اكسترا امبريونيك كافيتي، او لها اسم ثالث هسه راح ناخذه بعد شوي اللي هي كوريونيك كافيتي، هسه راح ناخذه بعد شوي. طيب بحكي لي وين وصلنا؟ هون بحكي لي the bilaminar embryonic discs has three cavities for protection and nutrition. يعني بحكي لي انه البايلامينر embryonic disc اللي حكينا عنهم قبل شوي بتكونوا من ثلاث تجاويف عشان يشكلوا لي حمايه ويعني يزودوني بالحمايه وبالغذاء. شو هاي الثلاث تجاويف؟ اول واحد the amniotic cavity بحكي لي developed from epiblast cell، يعني الامنيوتيك كافيتي عندي من وين بتطور؟ من الايبيبلاست سيل. ثاني شيء اللي هو اليورك ساك بحكي لي is an early extra embryonic membrane، يعني زي ما قلنا انه بيكون extra embryonic membrane مبكر. وبحكي لي عنه the hypoblast will line the blastocell to form the primitive yolk sac، يعني بحكي لي انه الهايبوبلاست راح تبطن لي البلاستوسيل عشان تشكل لي البرايميتيف يولك ساك. ثالث كافيتي اللي هو the chorionic cavity بحكي لي made of syncytial trophoblast on the outside cytotrophoblast in the middle and the extra embryonic mesoderm on the inside. طيب يعني بحكي لي انه الكوريونيك كافيتي هاي بتتشكل من الخارج من السنسيشيو تروفوبلاست ومن النص من السايتو تروفوبلاست ومن جوا من الاكسترا امبريونيك ميزوديرم تمام. خلينا نتأكد بس انه ماشي تمام. تمام طيب بحكي لي the chorionic membrane is made of two layers and addition layer is added as extra embryonic mesoderm layer، يعني زي ما قلنا قبل شوي انها بتتشكل من طبقتين اللي هم السنسيشيو تروفوبلاست والسايتو تروفوبلاست وبالاضافه لاكسترا امبريونيك ميزوديرم. بحكي لي it's the starting point of the placenta، يعني بحكي لي انها بتكون نقطه البدايه تاعت يعني الكوريانيك كافيتي هاي بتكون نقطه البدايه تاعت البلازنتا او المشيمه. بحكي لي كوريانيك اللي هي الكوريانيك كافيتي يعني زي ما قلنا اللي هي بتكون نقطه البدايه للبلازنتا المشيمه. بحكي لي and the cells facing the chorionic membrane are called amniotic cells، يعني بحكي لي انه الخلايا اللي بتكون مواجهه للكوريانيك او الكوريانيك ممبرين شو اسمها؟ اسمها amniotic cells تمام. بحكي لي at one pole of the bilayer of the bilaminar embryonic discs this extra cilomic mesoderm won't disappear and it connects the embryo to the outer coat of the trophoblast this is called connecting stalk the future umbilical cord. وهذا الكلام حكينا عنه انه انا عندي احد اقطاب البايلامينر امبريونيك ديسكس اللي حكينا عنهم في بدايه المحاضره. بحكي لي انهم يعني ما راح يختفوا بس انهم راح يربطوا لي الجنين مع الكوت اوف تروفوبلاست عشان يشكلوا لي الكونكتنج ستالك زي ما شفناها قبل شوي اللي هي نواه الحبل السري.
بحكي لي the process the process of invasion the endometrium is initiated by syncytiotrophoblast which produce which produced by the cytotrophoblast and as we know the endometrium is عفوا the endometrium is full of blood vessels and glands so this invasive tissue will approach these vessels and glands and the maternal blood fills the lacunae so how this process will be done يعني هذا الكلام حكينا عنه قبل شوي انه انا الاندومتريوم او بطانه الرحم عندي بيكون فيها جلاند صح وبيكون فيه بلاد فيزلز هاي البلاد فيزل عندي بتدخل وبتعبي لي اللاكيوناي صح يعني اللاكيوناي بتمتلئ بواسطه الماتيرنال بلاد اللي هو دم الام طيب هذا الكلام كيف بيصير بحكي لي this process is carried by او عفوا carried out into two steps يعني هي بتكون مبنيه على خطوتين And the chorionic villi have an important role in this process. So we are going to explain some notes about chorionic villi. Then we will talk about the steps of this process. يعني بحكي لي إنه مش قلنا إنه هاي الخطوة عندي بتكون يعني أساسها خطوتين والكوريانيك فيلي بتشكل لي دور مهم بهاي العملية فأول إشي بدنا نحكي عن الكوريانيك فيلي بعدين بدنا نكمل عن هاي العملية أول إشي نحكي عن الكوريانيك فيلي بحكي the كوريانيك فيلي come from كوريانيك ميمبرين يعني من اسمها كوريانيك فيلي من وين تتيجي؟ تتيجي من الكوريانيك ميمبرين بحكي لي types of كوريانيك فيلي اللي هي أنواع الكوريانيك فيلي أول نوع أنا عندي نوعين أول نوع اللي هو the anchoring villus وثاني نوع اللي هو the floating villus the anchoring villus بحكي لي it's attached to decidua contains a large number of blood vessels and glands يعني بحكي لي إنه the anchoring villus هاي اللي هي هاي عندي the anchoring villus تمام بحكي لي إنها بتكون مربوطة أو متصلة مع الديسيديوة طيب شو هي الديسيديوة هاي؟ هي عبارة عن يعني بتكون مملوءة بعدد كبير من البلود فيزلز اللي هي الأوعية الدموية والجلانس الغدد تمام؟ بحكي لي the floating villus that is not attached to deciduo يعني هي غير مربوطة بالديسيديوة عكس الانكورينج فيلس but float and swim in the maternal blood inside the lacunae يعني بحكي لي انه الفلوتينج فيلس هاي زي بتطفو بتسبح بالماتيرنال بلود بدم الام اللي داخل اللاكيوناي مش حكينا انا عندي الدم الام بعدين بملأ لي اللاكيوناي فبالتالي انا عندي بيكون عندي فلوتينج فيلس بتسبح بين بتسبح او بتطفو على بالماتيرنال بلود اللي جوا اللاكيوناي وبحكي لي انه ما بتكون مربوطه بديسيديو اللي هي هاي هاي عندي الفلوتينج فيلس تمام نحكي عن الستيجز اوف ديفلوبمنت او مراحل التطور بحكي لي اول شيء ذا برايمري فيلس شو بصير بالبرايمري فيلس عندي بحكي لي وين سايتوتروفوبلاست سيل بينتريت انتو ذا كورد اوف ذا سينسيشيوتروفوبلاست يعني بحكي لي لما السايتوتروفوبلاست سيلز هاي بتروح عندي للكورد او الحبل تاع السينسيشيوتروفوبلاست تمام وبترتبط فيها the secondary villus اللي هي الثانية بحكي لي which is made of the cytotrophoblast then the extra embryonic mesoderm يعني secondary villus عندي بتكون مكونة من cytotrophoblast بعدين بتصير عندي extra embryonic mesoderm the tertiary villus اللي هي الثالثة بحكي لي is made of cytotrophoblast layer the extra embryonic mesoderm which is going to bring blood vessels to invade the villi يعني بحكي لي انه السيتوتروفوبلاست لاير هاي طيب يعني بحكي لي هون انه انا عندي التيرشري فيلس بتكون مكونه من سيتوتروفوبلاست لاير اللي هي بعدين راح تكون اكسترا امبريونيك ميزوديرم صح بحكي لي انه هاي الاكسترا امبريونيك ميزوديرم راح تجيب لي البلد فيزلز عشان تدخلها على الفيلي فنراجعهم على السريع مراحل الديفلوبمنت اول مرحله اللي هي برايمري فيلس بحكي لي انه السيتوتروفوبلاست عندي راح تخترق الحبال تاعت السينسيشيوتروفوبلاست السكندري فيلس بحكي لي اللي هي مكونه من سيتوتروفوبلاست بعدين راح تصير عندي اكسترا امبريونيك ميزوديرم التيرشري فيلس بحكي لي اللي هي مكونه من سيتوتروفوبلاست بعدين راح تصير عندي اكسترا امبريونيك ميزوديرم راح تجيب لي البلد فيزلز او الاوعيه الدمويه عشان تدخل لي اياها على الفيلي
تمام، نحكي عن the steps of the processes، يعني هي خطوات العملية بدنا نحكي عنهم. The first step اللي هي الخطوة الأولى بحكي لي in the process of maternal blood approaching the embryo. We said approaching because there is no mixing with the blood of embryo. يعني بحكي لي أول إشي أنا عندي ال maternal blood عندي بتقترب من الامبريو من الجنين. ليش حكينا بتقترب؟ لانها هي ما بتختلط، يعني دم الام ما بيختلط بالكامل بدم الجنين، لا هي بتقترب بس، عشان هيك حكينا approaching. بحكي لي the invasive tissue is going to attack blood vessels of the mother and when the wall of these vessels are eaten away the blood is going to fill the lacunae which will bring oxygen and nutrients in the syncytium layer. يعني بحكي لي انه الانفيسيف تيشو هاي او الخلايا المهاجمه راح تروح تهاجم لي البلد فيزلز تاعت الام، راح تروح تهاجمهم، تمام؟ بعد ما تهاجمهم راح تهضم او تتاكل الطبق عفوا الجدار تاع البلد فيزلز زي ما حكينا من قبل، راح يتاكل، فبالتالي راح يدخل عندي الدم تاع الام لللاكيوناي، تمام؟ بدخل عندي الدم تاع الام لوين؟ لللاكيوناي، فبالتالي عندي راح يوصل لي الاكسجين والنيوترانس اللي هو الغذاء للسينسيشيوم لاير. نراجع الخطوه الاولى على السريع. اول شيء انا عندي الماتيرنال بلاد اللي هو دم الام بيقترب من الجنين، احنا حكينا بيقترب ما بيختلط فيه بالكامل. بعدين الانفيسيف تيشو بتروح الانفيسيف تيشو بتروح بتهاجم البلد فيزلز تاعت الام وبتوكل الجدار تاعها او بتهضمه تاع البلد فيزلز تاع الام. بعد ما تهضمه بدخل عندي الدم تاع الام لللاكيوناي عشان يجيب لي الاكسجين والنيوترانس اللي هو المغذيات للسينسيشيوم لاير. السكند ستيب اللي هي الخطوة الثانية بحكي لي the embryo wants to reach the lacunae which is filled with the maternal blood. So the cytotrophoblasts sense the primary villus early stage of villus formation then the primary villus extending into the lacunae in the syncytiotrophoblast and they branch in order to have as much fetal blood as possible than the extra embryonic mesoderm contains embryonic blood vessels start to invade these chorionic villi to bring the blood vessels of the embryo nearer and nearer into the lacunae. طيب شو معنى هالكلام كله اللي قرأناه؟ معنى هالكلام انه الخطوة الثانية عندي انه الجنين بيصير بده يوصل لللاكيوناي اللي هي بتكون مملوءة بالبلد بالماتيرنال بلد اللي هو الدم تاع الام. عشان هيك السيتوتروفوبلاست رح ترسل لي برايمري فيلس اللي حكينا عنها قبل شوي. هاي البرايمري فيلس شو رح تسوي عندي؟ رح تمتد لداخل اللاكيوناي، رح تدخل لللاكيوناي بالسنسيشيوتروفوبلاست والتفرعات تاعيتها راح تروح يعني توصل ياهم للفيتال بلد اللي هو دم الجنين، يعني as possible يعني اقصى قدر من الامكان راح توصل لي دم الجنين. عشان بعدين بحكي لي انه الاكسترا امبريونيك ميزوديرم اللي هي بتحتوي امبريونيك بلد فيزلز start to invade this chorionic villi. يعني بحكي لي انه الاكسترا سمبريونيك ميزوديرم اللي هي اللي بتحتوي على الدم او الاوعية الدموية تاعت الجنين، تمام؟ هاي عندي راح تبدا تهاجم لي الكوريونيك فيلي. ليش؟ عشان تروح توصل لي الدم زي ما حكينا هون انه وين احنا ضعنا شوي. بحكي لي معلش عفوا مره ثانيه، بحكي لي ستارت تو انفيد، يعني هاي الاكسترا سمبريونيك ميزوديرم اللي بتحتوي الامبريونيك بلد فيزلز راح تهاجم لي الكوريونيك فيلي عشان تجيب لي البلد فيزلز لعند الجنين باقرب قدر ممكن لللاكيوناي، تمام؟ يعني راح تقرب لي اياها اكثر لللاكيوناي. مش حكينا انه الجنين عندي بصير بده يقرب على اللاكيوناي اللي مملوءه بالماتيرنال بلد، فبالتالي انا السيتوتروفوبلاست عندي راح ترسل لي برايمري فيلس. هاي البرايمري فيلس راح تروح تمتد لجوا اللاكيوناي، بعدين بالسينسيشوتروفوبلاست، بعدين بحكي لي انه التفرعات تاعيتها بحكي لي راح تودي اقصى قدر ممكن من دم الجنين
باقصى قدر ممكن من دم الجنين، تمام؟ بعدين عندي الاكسترا سمبريونيك ميزوديرم اللي هي بتحتوي الاوعيه الدمويه، الاوعيه الدمويه مالي مش عارف احكي اليوم، بتاعت الجنين، وراح تبدا تغزو لي الكوريانيك فيلي. ليش؟ عشان او عشان تجيب لي البلد فيزلز تاعت الجنين اقرب واقرب للاكيوناي، لانه الجنين بالنهايه بده يوصل للاكيوناي. بحكي لي سم اوف ذيس فيلي ويل ريتش ذا ديسيديوس اند اتاتش تو ات، يعني بعض الفيلي هاي راح توصل للديسيديوس اللي حكينا عنها اللي هي بتكون مليئه بالبلد فيزلز وبالجلاندز، وراح اتاتش تو ات يعني راح تهجو راح ترتبط فيها. بحكي لي in this case في هاي الحالة the valley are called the anchoring valley، يعني أنا هون عندي بتشكل ال anchoring valley اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو النوع الأول من أنواع الفيلي. بحكي لي this is how the embryo is going to get near the maternal blood، يعني هاي الطريقة كلها اللي حكينا عنها اللي هي بتبين لي كيف الجنين بيروح أقرب لدم الأم. نراجعهم على السريع. أول إشي حكينا الفيرست ستيب عندي انه انا عندي الماتيرنال بلاد بيقترب من الامبريو، تمام، من الجنين. بعد ما يقترب منه الانفاسيف تيشو راح تهجم لي على البلد فيزلز وراح توكل لي الجدار تاعها. بعدين بدخل عندي الماتيرنال بلد لجوا اللاكيوناي عشان توصل لي الاكسجين والمغذيات للسينسيشيوم لاير. ثاني خطوه الجنين بيصير عندي بده يقرب اكثر لللاكيوناي اللي هي مليئه بالدم الام، فبالتالي عندي السيتوتروفوبلاست راح ترسل لي برايمري فيلس. البرايمري فيلس هاي راح تروح وتمتد لجوا اللاكيوناي تاعت السينسيشيوتروفوبلاست عشان يعني تجيب لي اكثر قدر ممكن من دم الجنين. بعدين الاكسترا سمبريونيك ميزوديرم اللي بتحتوي على دم الجنين او الاوعيه الدمويه تاعت الجنين راح تبدا تهجم لي على الكوريانيك فيلي عشان تجيب لي البلد فيزلز لعند الامبريو او تاع الامبريو اقرب واقرب لللاكيوناي. يعني الكوريانيك فيلي هاي راح تروح تجيب لي البلد فيزلز تاعت الجنين وتقربهم على اللاكيوناي. سم اوف ذيس يعني هون بحكي لي انه بعض الفيلي هاي راح تروح توصل للديسيديوس اللي هي بتمتلك زي ما حكينا blood vessels وglands وبتتصل فيها. في هاي الحالة بس توصل عندي الفيلي للديسيديوس شو بنسميها؟ anchoring valley. مش حكينا قبل شوي انه الانكورينج فيلي هون بتكون متصلة مع الديسيديوة؟ خلاص بدهاش اشي. اذا blood vessels عندي او الفيلي عفوا اذا الفيلي وصل للديسيديوس هون بهاي الحالة بصير اسمه anchoring valley. هاي الطريقة اللي الجنين عندي بيقرب فيها على blood maternal او على دم الأم. طيب نكمل عن البلازينتا اللي هي المشيمة. بحكي لي has two surfaces إلها سطحين. الماتيرنال سيرفس اللي هو يعني السطح تاع الأم. بحكي لي of the placenta is circular in structure and looks like okay. يعني بحكي لي إنه البلازينتا هاي تاعت الماتيرنال سيرفس بيكون يعني بتكون دائرية كدائرية الشكل وبيكون شكلها زي الكيك. يعني لو نيجي نشوف هيو هون انا في عندي هاي الطبقة هون هاي اللي هون الماتيرنال سيرفس، تمام؟ هاي المنطقة هيك هاي هي الماتيرنال سيرفس. اما الطبقة الثانية اللي هي الفيتال سيرفس اللي هي تاعت الجنين بحكي لي of placenta where we can see the umbilical cord coming out of the placenta. يعني انا بالفيتال سايد او بالفيتال سيرفيس بقدر اشوف الامبليكال كورد اللي هو الحبل السري اللي بيطلع من البلاسينتا اللي هيو زي ما احنا شايفين هون. انا هون في عندي الفيتال سيرفيس وهيو من الفيتال سيرفيس اللي هي هاي المنطقه زي ما انتم شايفين. من الفيتال سيرفيس بيطلع عندي ايش الامبليكال كورد اللي هو الحبل السري. تمام. بحكي لي the formation of placenta او يعني تكون البلاسينتا كيف تتكون عندي. بحكي لي اول شيء the chorionic frondosum. بحكي لي شو هي الكوريونيك فرندوزم. بحكي لي is the part of the chorion facing the embryonic disc. يعني بحكي لي انه هي جزء من الكوريان بتكون مواجهه لايش للامبريونيك ديسك. فانا عندي الكوريونيك فرندوزم هي جزء من الكوريان بتكون مواجهة للإمبريونيك ديسك. بحكي لي which will send chorionic villus that made of column cytotrophoblast layer covered by syncytiotrophoblast layer. يعني بحكي لي إنها بترسل لي chorionic villus عشان تشكل لي أعمدة أو أعمدة يعني من السيتوتروفوبلاست من طبقة السيتوتروفوبلاست
عشان بعدين تغطيها مين؟ تغطيها السنسيشن تروفوبلاست لاير. يعني انا في عندي الكوريانيك فروندوزم بترسل كوريانيك فيلس عشان تشكل لي كولومن سايتو تروفوبلاست لاير، بعدين الكولومن سايتو تروفوبلاست لاير راح تغطيها سنسيشن تروفوبلاست لاير. احكي لي ذا ذا كالزا ذا سايتو تروفوبلاست والليتر send extra villus cytotrophoblast layer which is a quite strange. يعني بحكي لي انه cytotrophoblast هاي بعدين راح ترسل لي extra villus، يعني كمان villus اكثر من cytotrophoblast layer اللي بيكون يعني بتكون غريبة. تمام، بحكي لي this is information. يعني هاي المعلومات اللي بدنا نحكيها هسا الدكتور ما حكاها في المحاضرة بس موجودة وين؟ بالمايند ماب اللي بعث الدكتور. شو هاي المعلومات؟ أول شيء بحكي لي add plantation begins with initial adhesion to the uterine epithelium. يعني بحكي لي إنه الاد بلانتيشن بيبدأ وين؟ بيبدأ أول إشي ملاصق لبطانة الرحم اللي هي اليوترين epithelium. بحكي لي blastocyst then slow in motility، يعني حركة البلاستوسيت بتكون بلاستوسيت بتكون حركتها بطيئة. وبحكي لي رالز يعني بتدحرج على السطح. بحكي لي aligns with the inner cell mass closest to the epithelium and stop، يعني انها بعدين زي ما نقدر نحكي انها بتندمج مع الانر cell mass واخر اشي بتتوقف. تمام طيب بحكي لي بعدين implantation migration. بحكي لي of the blastocyst into the uterine epithelium process of the implantation complete about day 9. يعني بحكي لي انه implantation او عملية الزرع من تحت البلاستوسيست باليوترين ابيثيليوم يعني بطانة الرحم، هاي العملية بتكتمل متى؟ بتكتمل تقريبا باليوم التاسع اللي هي عملية الامبلانتيشن اللي شرحت لكم اياها زميلتنا بالبارت الماضي. طيب the endometrium اللي هو يعني الاندومتريوم زي ما حكينا اللي هي بطانة الرحم، بحكي لي it's the innermost lining layer of the uterus، يعني هي الطبقة المبطنة للرحم. It has three layers، يعني مكونة من ثلاث طبقات. الطبقة الأولى اللي هي stratum compactum. شو هاي الطبقة؟ بحكي لي where the implantation process occur، يعني أنا الimplantation وين بتصير عندي؟ بالstratum compactum. تمام، بحكي لي consist of dense stromal cells، يعني هي بتكون مكونة من أنسجة أو من خلايا أنسجة كثيفة. بحكي لي it contains uterine gland necks and capillaries of spiral arteries، يعني بتكون مكونة من uterine gland necks وكمان من capillaries of spiral arteries. طيب الطبقة الثانية من الاندومتريوم اللي هي stratum spongiosum. بحكي لي consist of swollen أو swollen stromal cells، يعني بتكون مكونة من أنسجة أو خلايا أنسجة زي ما نحكي إنها بتكون منفوخة. تمام، أو متورمة. بحكي لي contains uterine gland body، يعني بتحتوي على uterine gland bodies وspiral arteries وبس. تمام، يعني نراجعهم هسا الثنتين على السريع. أول إشي stratum compactum اللي بيصير فيها الامبلانتيشن وبتكون مكونه من خلايا انسجه كثيفه وبتحتوي اليوترين جلاند نيكس والكابيلاريز تاعت السبايرال ارتريز. الستريتوم سبونجزم بحكي لي انها بتكون مكونه من خلايا انسجه منفوخه او متورمه وبتحتوي على يوترين جلاند بوديز وعلى سبايرال ارتريز. طيب ستريتوم بيزاليز شو بحكي لي عنها؟ the deepest layer، يعني هي الطبقة الأعمق. بحكي لي it remains during menstruation of childbirth، يعني بتكون أثناء أو يعني أثناء بتكون باقية أو أثناء بتكون باقية أو لا بتكون باقية أثناء المنستريشن اللي هو يعني الحيض أو childbirth اللي هي الولادة. طيب نحكي عن الاستروما. شو بحكي لي عن الاستروما؟ بحكي لي the stroma is a layer of connective tissue in the uterus simple tubular glands، يعني هي طبقة من الconnective tissue
بتكون وين؟ باليوتيرس سمبل توبولار جلاندز، بحيث لي سكريت جلايكوجين اند ميوكس، يعني هي بتفرز لي جلايكوجين ومخاط ميوكس، بحيث لي ريتش فروم ذا اندومتريوم اندومتريال سيرفيس تو ذا بيس اوف ستروما، يعني هي زي بتوصل من الاندومتريال سيرفيس يعني من سطح بطانه الرحم لوين؟ للبيس تاعت الستروما. بحكيلي which also carries a rich blood supply provided by spiral arteries، يعني إنه زي بتحمل لي دم، الدم هذا مين اللي بيزود لي إياه أصلاً؟ اللي هي spiral arteries. تمام؟ بحكيلي after implantation شو بصير عندي؟ بحكيلي a generalized reaction اللي هي decidual reaction occur characterized by a change of endometrial glands which become hyper secretory. طيب يعني بحكي لي انه انا بعد الامبلانتيشن عندي شو بصير؟ بصير عندي زي رد فعل. تمام؟ رد الفعل هذا شو بنتج عنه؟ بنتج عنه تغييرات بالاندوميتريال جلانس اللي هي يعني بالغدد تاعت بطانة الرحم. شو بتصير؟ بتصير هايبر سيكريتوري، يعني بتصير افرازاتها اكثر. بحكي لي whereas the stroma become edematous lead to transformation of endometrial stromal cells. يعني بحكي لي انه الستروما شو بصير فيها؟ رح تصير edematous. تمام؟ إدميتس يعني زي ما عرفش كيف يعني ترجمها بالعربي، إنه يعني بتكون زي بيكون عليها وذمة أو متوذمة. تمام؟ هيك شيء lead to بعدين شو بتصير؟ بتتحول لإندومتريال stromal cells. تمام هيك؟ راجعها السريع، يعني أنا بعد الإمبلانتيشن عندي بيصير عندي زي رد فعل. رد الفعل هذا شو بتضمن؟ بتضمن تغيرات بالإندومتريال جلاند. شو بتصير الإندومتريال جلاند؟ بتصير هايبر سكريتوري، يعني بتفرز أكثر، والستروما بتصير إدميتوس، وبعدين بتتحول لإيش؟ إندومتريال سترومال سيلز. بحكي لي the stromal cells gradually become enlarged and filled with glycogen and lipid. يعني بحكي لي إنه الستromal cells بتصير أكبر أو بتتضخم يعني وبتملأ أو تملأ بواسطة الجلايكوجين والليبيدز. يعني باختصار الستromal cells عندي راح تصير أكبر وراح أعبيها بإيش؟ جلايكوجين وليبيدز، دهون. بحكي لي there is no decidual reaction at cervix uterine tubes. يعني بحكي لي إنه ما في أنا عندي decidual reaction when بالcervix uterine tubes. طيب نحكي عن الديسيدوا. بحكي لي ذا الديسيدوا از ذا اندومتريوم اوف ذا يوتيروس افتر امبلانتيشن، يعني بحكي لي انه الديسيدوا هي الطبقه او بطانه الرحم تاعت اليوتيروس بعد الامبلانتيشن بتتشكل عندي. بتتكون من 3 بارتس، من 3 اجزاء. الجزء الاول اللي هو ديسيدوا بيزلز اللي هي الامبلانتيشن سايت اللي هي موقع حدوث الامبلانتيشن. ثاني بارت اللي هو ديسيدوا كابسولاريس بحكي لي which enclosing the conceptus، يعني اللي بتكون محيطة بمنطقة الحمل أو يعني بتغلق لي منطقة الحمل أو يعني نتائج الحمل. اللي هي ثالث بارت اللي هو ديسيدوا برايتاليس بحكي لي lining the remainder of the uterus، يعني بتبطن لي باقي الرحم. فشو الثري بارتس تاعت الديسيدوا؟ اول شيء انا عندي الديسيدوا بيزلز بحكي لي امبلانتيشن سايت اللي هي موقع حدوث الامبلانتيشن، الديسيدوا كابسولاريس اللي هي بتغطي لي او بتحيط لي بمنطقه الحمل، والديسيدوا برايتاليس اللي هي بتبطن لي باقي اليوترس او باقي الرحم. طيب نحكي عن الجاسترولايشن. شو هي الجاسترولايشن؟ بحكي لي جاسترولايشن is the process by which the bilaminar embryonic disc is converted into a trilaminar embryonic disc. يعني هي العملية اللي بتحول فيها عندي الامبريونيك ديسك من طبقة من طبقتين لثلاث طبقات. ممتاز. بحكي لي each of the three germ layers اللي هي الاكتوديرم اندوديرم ميزوديرم of the embryonic disc gives rise to specific tissue and organs. يعني أنا كل germ عندي أو كل طبقة germ من الثلاث طبقات اللي هي الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم، كل واحدة فيهم بتعطيني زي نسيج معين أو عضو معين. بحكي لي it begins with the formation of the primitive streak. يعني أنا أول إشي بصير عندي formation للprimitive streak. طيب نحكي أول إشي عن primitive streak. بحكي لي the primitive streak appears on the dorsal aspect
of the embryonic disc، يعني هي بتظهر البرايماتيف ستريك هاي بالدورسال اسبيكت او يعني بجهة الظهر تاعت الامبريونيك ديسك. لو نيجي نشوفها هي شايفين هاي عندي هذا الخط اللي هو البرايماتيف ستريك، تمام. بحكي لي this thickened linear band results from proliferation proliferation and migration of cells of the epiblast to the median plane of the embryonic disc. طيب يعني بحكي لي انه هاي ال يعني هذا الخط السميك بنتج من ايش؟ من عملية البروليفريشن اللي هي يعني عملية الانتشار والهجرة تاعت الخلايا او الانتقال تاعت الخلايا من او عفوا انتقال الخلايا تاعت الابيبلاست لوين؟ للميديان بلان اوف امبريونيك ديسك. يعني انا لما تنتقل عندي الخلايا تاعت الابيبلاست للميديان بلين تاعت الامبريونيك ديسك راح تتشكل عندي ايش؟ البرايماتيف ستريك. طيب بحكي لي as the primitive streak elongates by the addition of cells to its caudal end. يعني باختصار انا عندي primitive streak راح يصير لها elongates او راح تتطول اكثر، كيف؟ باضافة خلايا من جهة caudal end او اللي هي يعني النهاية الذيلية، تمام. بحكي لي its cranial end proliferates to form the primitive node. A narrow primitive groove develops in the primitive streak that ends in a small depression in the primitive node, the primitive bit. يعني باختصار أنا عندي هنا بحكي لي إنه الكرينيال إند تاعت أو الكرينيال إند راح يصير لها proliferates أو راح يصير لها انتشار تكاثر عشان تشكل لي primitive node. والprimitive node راح تشكل لي زي primitive groove وبيكون ضيق عشان يتطور لإيش؟ للprimitive streak. هاي كلها خطوات إيش؟ primitive يعني primitive streak كيف بيجي؟ بحكي لي إنه بالprimitive streak that ends is a small depression، يعني بيكون عندي زي منخفض صغير. بحكي لي it's the primitive node the primitive bit. يعني لو نيجي نشوف وين بدها تبين معنا هاي. هيو انا هون عندي اول اشي هاي هون عندي البرايماتيف ستريك هاي كلها، تمام. هاي الجهة هون اللي هي البرايماتيف بيت وهاي البرايماتيف نود اللي هي هاي الجهة اللي هي جهة من هاي الجهة. يعني اول اشي بتصير عندي برايماتيف نود، بعدين البرايماتيف نود شو راح تشكل لي؟ البرايماتيف بيت. اما من هاي الجهة راح تشكل لي برايماتيف جروف، تمام. وين وصلنا؟ بحكي لي shortly after the primitive streak appears، يعني بعد ما ال primitive streak تظهر بفترة قصيرة، بحكي لي cells leave its deep surface and form mesoderm. يعني الخلايا عندي راح تترك السطح العميق وراح تروح تشكل لي ايش؟ الميزوديرم. بعدين بحكي لي او بحكي لي عن الميزوديرم، شو هو الميزوديرم؟ بحكي لي loose network of embryonic connective tissue known as mesenchymal that forms the supporting tissue of the embryo. يعني بحكي لي انه زي عبارة عن زي شبكة يعني فضفاضة من ال connective tissue وبتكون معروفة باسم الميزنكايم، اخذناها بالهستو. الميزنكايم هاي بتشكل لي الانسجة اللي بتدعم لي الجنين. بحكي لي a layer is created between ectoderm and the definitive endoderm. يعني بحكي لي انه الطبقه اللي بتنشا بين الاكتوديرم والاندوديرم، تمام، والديفينتيف اندوديرم. شو بحكي لي عنها؟ the process of epiblast migration stops and mesoderm is going to have three regions three layers or trilaminar and each group of mesodermal cells will give rise to different organs. يعني باختصار هون بحكي لي انه الطبقه اللي راح تنشا عندي بين الاكتوديرم والديفينتيف اندوديرم بحكي لي انها راح تكون مكونه او هي راح تكون عندي ميزوديرم، تمام، وراح تتكون عندي من ثلاث مناطق. هاي الثلاث مناطق تاعت الميزوديرم كل منطقه منها راح تعطيني عضو معين.
طبعا راح نشرحهم هسه هون، وبعدين راح نراجعهم لتحت في لهم زي مايند ماب. تمام، اول منطقه او اول جروب اللي هو اسمه ايش، بحكي لي ذا فيرست جروب اوف ميزوديرم سيل ار نير ذا ميد لاين اون بوث اون بوث سايد اوف ذا نوت 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 كورد از كولد ذا بريكس ذا باراكسيال ميزوديرم. طيب يعني بحكي لي اول مجموعه من الميزوديرم اللي هي بتكون قريبة للميد لاين اللي هي بسميها باراكسيال ميزوديرم اللي هي هيو أنا هاي عندي النوتوكورد، تمام، اللي باللون الأخضر. الجهة الأقرب منها اللي هي هاي واللي هي هاي شو بسميها؟ باراكسيال ميزوديرم. طيب الباراكسيال ميزوديرم مش حكينا كل مجموعة بتعطيني أعضاء؟ طيب الباراكسيال ميزوديرم شو بتعطيني؟ بحكي لي form collection in form of balls around the midline which are called summits and these summits are going to form muscles and bones and part of the vertebrae. يعني بحكي لي إنه الباراكسيال ميزوديرم هاي راح تجمع لي زي كرات صغيرة حوالين الميدلاين. هاي الكرات شو اسمها؟ summits. هاي summits راح تعطيني المسلز العضلات والبونز اللي هي العظام وجزء من الفيرتبري او جزء من العمود الفقري. راح نراجع هذا الكلام بعد شوي بالمايند ماب تحت. ثاني شيء او ثاني جروب بحكي لي lateral to the paraxial mesoderm is the intermediate mesoderm. يعني لما اروح lateral من الباراكسيال ميزوديرم انا في عندي ايش؟ الانترميديات ميزوديرم اللي هي هاي. انا هون عندي الباراكسيال ميزوديرم، لو اروح هيك لاترالي في عندي ايش؟ الانترميديات ميزوديرم اللي هي هاي هي. طيب الانترميديات ميزوديرم شو بتعطيني؟ بحكي لي which form several structures and one of them is the renal system especially the kidneys. يعني بحكي لي انه الانترميديات ميزوديرم بيعطيني زي structures متنوعة اهمها اللي هو الرينال سيستم. هو بيعطيني الرينال سيستم بس خصوصا يعني من الرينال سيستم بيعطيني الكيدنيز او الكليه. يعني الانترميديت ميزوديرم شو بيعطيني؟ بيعطيني الرينال سيستم وخصوصا الكيدنيز الكليه. طيب the most lateral in the lateral is the lateral mesoderm. يعني اكثر وحده جايه lateral اللي هي lateral mesoderm اللي هي هاي هي وهاي هي، هذول اسمهم lateral mesoderm. طيب شو بيعطوني lateral mesoderm؟ بحكي لي which is going to develop a cavity that would form the cavities of the body. يعني هي اللي بتعطيني الكافيتيز الموجودة بالبادي أو بالجسم. بحكي لي the definitive endoderm also differentiate from the migrating epiblast. يعني بحكي لي إنه the definitive endoderm بتكون مختلفة من الإبيبلاست، يعني اللي بتكون اللي بتنتقل. بحكي لي so the epiblast as we said will stay as ectoderm and will give rise to mesoderm and definitive endoderm. يعني زي ما قلنا قبل شوي أو زي ما قلنا قبل إنه الإبيبلاست عندي بتظل موجودة بالإكتوديرم عشان بعدين تعطيني الميزوديرم، أو كم بحكي لي زي ما بحكي لي إنه raise يعني انها يعني زي تعطيني الميزوديرم والديفينيتيف اندوديرم. تمام، طيب بحكي لي واتس هابن ات ذا ميد واتس هابنز ات ذا ميد لاين اوف ذا امبريو. يعني انا ايش بصير عندي بالميد لاين تاع الامبريو؟ بحكي لي بريميتيف ستريك ديفلوبت اس از ات ستار ات از ات عفوا از ات ستارتس ات ذا بريميتيف بيت اند كرييت ذا بريميتيف جروفز. يعني زي ما قلنا انه انا عندي البريميتيف بيتس بتعطيني البريميتيف جروفز. بحكي لي سيلز اوف ذا ايبيبلاست سينك داون فورمينج ذا ديفينيتيف اندوديرم ذن ميزوديرم. يعني بعدين انا عندي الخلايا تاعت الايبيبلاست بتنزل لتحت او بتغوص لتحت عشان تشكل لي ايش؟ الديفينيتيف اندوديرم، وبعدين يتشكل عندي الميزوديرم. تمام، طيب بحكي لي below the permeative streak is an area where it is not invaded by mesoderm. يعني انا في عندي تحت البريميتيف ستريك او البريميتيف ستريك في عندي زي منطقه الميزوديرم ما بوصلها. طيب بحكي لي and this is going to be the cloacal membrane that would form the anal opening. Anal opening يعني انه هاي المنطقة اللي ما بوصلها الميزوديرم راح تشكل لي بعدين او راح تكون عندي cloacal membrane زي غشاء مخاطي اللي هو راح يشكل لي بعدين الانال opening اللي هي هاي. لو نجي نشوف مش حكينا هون عندي وين
هون حكينا، مش انا حكينا عندي هاي عندي البريميتيف ستريك، تحتها ايش في عندي؟ اللوكال ميمبرين اللي هو هذا هو اللي راح يشكل بعدين عندي الانال اوبننج. تمام، بحكي لي anterior to the primitive pit and node is the notochord and and in the front of notochord there is an area called precordal plate or procordal plate. يعني أنا فوق عندي أو أمام النوتوكورد بيكون في عندي زي structure شو اسمه precordal plate أو بسميه precordal plate اللي هي هاي، شايفين هاي اللي هي precordal plate، هاي النوتوكورد عندي وفوقها بيجي عندي إيش من الأمام precordal plate. تمام، شو بحكي لي؟ an important organizer of the head region، يعني هي زي منظم مهم لمنطقة الرأس. الـ pericordial plate منظم مهم لمنطقة الرأس، an important organizer of the head region. فبحكي لي which is not invaded by mesoderm and forms the buccopharyngeal membrane. يعني بحكي لي إنه برضو هاي المنطقة الميزوديرم ما بوصلها وراح تشكل لي الـ buccopharyngeal membrane. بحكي لي and the future the mouth، يعني هاي المنطقة اللي هي البريكوردال بليت راح تشكل لي البكوفارنجيال ميمبرين اللي هو الغشاء يعني تاع البلعوم، وبالمستقبل يعني راح تشكل لي ايش؟ الماوث الفم. بحكي لي in front of of it there is a cardiogenic area which are going to form the heart. يعني انا عندي امام البيريكوردال بليت شو في عندي؟ في عندي الكارديوجينيك اريا. هاي الكارديوجينيك اريا من اسمها كارديو، يعني ايش راح تسوي لي؟ يعني راح تشكل لي الهارت. هيو زي ما قلنا نيجي نراجعها السريع. انا هون في عندي البريميتيف ستريك، تحتها شو في عندي؟ الكلوكال ميمبرين. الكلوكال ميمبرين راح يشكل لي بعدين الانال اوبننج. حلو، طيب نيجي لعند النوتوكورد، شوف فوقها في عندي بريكوردال بليت. البريكوردال بليت هاي زي ما اتفقنا انها راح تشكل لي البكو فارنجيال ميمبرين، وبعدين بالمستقبل راح تشكل لي ايش؟ الماوث الفم. طيب فوق البريكوردال بليت شوفي عندي الكارديوجينيك اريا، من اسمها كارديوجينيك اريا شو راح تسوي لي؟ راح تشكل لي الهارت. طيب بحكي لي the direction of spread of the mesoderm، يعني انا كيف عندي الميزوديرم بنتشر باي اتجاهات. بحكي لي the mesoderm at first advanced toward toward the precordial plate anteriorly then it's going او خلينا حبه حبه. طيب يعني اول اشي بحكي لي انه انا في عندي الميزوديرم راح يتحرك زي هيك. انا هيو هون في عندي البريكوردال بليت هاي، تمام؟ فأنا عندي راح يمشي عندي الميزوديرم زي هيك anteriorly للأمام، هاي أول إشي، تمام؟ طيب ثاني إشي شو بحكي لي؟ يعني هيو زي ما حكينا ببلش من هون وبتحرك باتجاه البريكوردال بليت، تمام؟ ثاني إشي بحكي لي then it's going to spread laterally and spread posteriorly، يعني ثاني إشي راح تنتشر laterally و posteriorly. هاي زي ما احنا شايفين انتشرت زي هيك laterally، مش هاي هيك laterally و posteriorly زي هيك للأسفل. ثالث إشي بحكي لي and then in all direction filling all the space the spaces between the ectoderm and the endoderm، يعني بالنهاية راح تتحرك لي بكل الاتجاهات وراح تنتشر بكل الاتجاهات وراح تعبي لي كل الفراغات اللي بين الاكتوديرم والاندوديرم اللي هي زي هيك. لو نلاحظ صارت تنتشر بعدين في كل الاتجاهات. تمام، خلينا نراجع هسه. مش قبل شوي حكينا عن الميزوديرم صح، وحكينا انها بتتكون من 3 جروبس وكل جروب بيعطيني اورجان، حكينا عنهم بس خلينا نراجعهم السريع. انا هون عندي الميزوديرم، سيبكم من اللي على اليسار وسيبكم من اللي على اليمين، نحكي عن اللي بالنص هاي اللي باللون الاخضر. الميزوديرم عندي حكينا باراكسيال ميزوديرم، انترميديت ميزوديرم، ولاترال بليت ميزوديرم. الباراكسيال شو حكينا؟ بتعطيني سوميت صح، بتعطيني ستراكشر بسميه سوميت. السوميت هاي شو بتعطيني؟ ديرمس، بتعطيني التندون اند ليجامنت، سكيليتال مسل، كارتل بون، يعني كلها إلها علاقة بالسكيليتال مسل سواء بونز أو مسلز.
طيب نروح للانترميديات ميزوديرم، شو حكينا عنها؟ بتعطيني الرينال سيستم. طيب الرينال سيستم وخصوصا حكينا بتعطيني الكدني الكليه، فشو بتعطيني؟ الكدني اللور يورينري تراكت والريبرودكتيف سيستم، يعني زي كلها هاي تابع على ايش؟ للرينال سيستم. تمام. ثالث شيء اللي هي لاترال بليت ميزوديرم، شو بتعطيني؟ السبلين، الليمف، الهارت، سموث مسل، الليمف والاندوثيليوم والبلد والاديبوز. تمام. هاي زي هيك مراجعه سريعه للميزوديرم. طيب صار لنا ساعة بنحكي عن النوتوكورد، خلينا نعرف شو هو النوتوكورد. بحكي لي the notochord is the first support to the embryo، يعني هو خط الدعام الأول أو يعني بدعم الجنين، هو أول إشي بدعم الجنين. بحكي لي start anterior to the primitive node as the rod of the of mesoderm made of an outer two rows of cells and a core of cells that have vacuoles that will later join together and create a canal towards the head or the anterior part of embryo. يعني بحكي لي هون يعني باختصار هون بحكي لي انه يعني هو بحكي لي عن الستراكشر تاعه. لو نجي نشوفه هيو، مش حكينا هاي عندي النوتوكورد صح؟ فهي بتيجي يعني عند البريميتيف نود، بعد البريميتيف نود هون عندي هاي الستراكشر تاعه. انا هون بيكون عندي نوتوكورد البروسيس، وهون عندي البريميتيف نود، حكينا انه ببلش من عند البريميتيف نود، هاي البريميتيف نود عندي هون، فهو ببلش من هون. تمام. يعني هون حكى لي عن الاستراكشر تاعه انه يعني بيكون عباره عن زي صفين من الخلايا، وبيكون عندي بالنص كمان عندي خلايا بتحتوي فجوات. تمام. بعدين اخر اشي راح يتحدوا هذول كلهم مع بعض، وراح يعني يشكلوا لي كانال، يعني راح يشكلوا لي زي قناة باتجاه الرأس أو الجانب الأمامي من الجنين. طيب بحكي لي and lateral on it develops a foramen the neurogastric canal which is going to lead to the definitive yolk sac. Therefore it connects the amniotic cavity with the yolk sac to equalize the pressure between these two cavities. يعني باختصار بحكي لي انه بتطور عندي فوريمن اللي هو النيورو جاستريك كانال. هذا النيورو جاستريك كانال شو وظيفته؟ انه يجيب لي اليورك ساك تمام والامنيو كافيتي ويربط لي اياهم مع بعض او يوصل لي اياهم مع بعض. طب ليش؟ عشان يعادل لي فرق الضغط اللي بين هذول التو كافيتيز. تمام. فعرفنا شو وظيفته. ممتاز. بحكي لي the allantois is involved with early blood formation and is associated with the urinary. يعني بحكي لي إنه الالنتويس عندي هاي شو بتعمل لي؟ هاي زي بتجيب لي أو يعني بتجيب لي يعني أو بتشكل لي البلد. تمام. يعني بتجيب لي يعني بتجيب لي الدم مبكرا. تمام. وكمان بترتبط مع ايش؟ مع اليورينري مع اليورينري بلادر اللي هي المثانه البوليه. The blood vessels of the allantois become the umbilical arteries and veins. يعني باختصار انا عندي الالنتويس، هاي الالنتويس شو بتسوي لي؟ بتجيب لي الدم. تمام. يعني من بدري، يعني بتشكل لي الدم من بدري. وكمان بترتبط مع مين؟ مع اليورينري بلادر اللي هي المثانه البوليه. وبحكي لي انه البلد فيزلز تاعت الالنتويز شو راح يشكلوا لي بعدين؟ راح يشكلوا لي الامبليكال ارتريز والفينز اللي هم يعني الشرايين والاورده السريه. طيب هون بحكي لي ذا نوتوكورد از ا سيلولار رود ذات، يعني بحكي لي انه النوتوكورد هو عباره زي قضيب خلوي زي ما احنا شايفين هون انه هيك جاي. تمام. ممتاز. بتكون من عده اشياء. اول اشي او عفوا بيعطيني عده اشياء. بحكي لي defends the axis of the embryo and gives it some rigidity، يعني بحكي لي انه بيحدد لي الاكسس تاع الامبريو تاع الجنين وبيعطيني بعض الصلابه. بحكي لي serves as the basis for the development of the axial skeleton other structures as the neural tube which is going to develop to the CNS. يعني بحكي لي انه كمان بشكل لي زي القاعدة اللي بتتطور عليها الاكزيال سكيليتون وكمان استراكشر ثانيات اللي هم زي النيورال تيوب. بعدين شو راح يشكل لي؟ راح يشكل لي CNS. فالCNS عندي من وين بيجي؟ من النيورال تيوب.
تمام. آخر إشي بحكي لي indicates the future site of the vertebral bodies، يعني إنه بيحدد لي الموقع المستقبلي لل vertebral bodies. طيب نحكي عن آخر جزئية في الملخص اللي هو بحكي لي neurulation. شو هو neurulation؟ بحكي لي formation of a neural tube. حكينا عن neural tube هون صح؟ ممتاز. neural tube هاي اللي حكينا عنها اللي بتشكل لي أو بتطور لي CNS، شو بحكي لي عنها؟ بحكي لي the ectoderm superior to notochord is going to be called neural plate the early beginning of NS. يعني بحكي لي إنه الإكتوديرم سوبيريور يعني من فوق للنوتوكورد زي في عندي هناك نيورال بليت. هاي النيورال بليت هي البداية الرئيسية أو البداية المبكرة للن اس للنيرفس سيستم. بحكي لي and when the process start to advance still under the stimulate the stimulation of the notochord there there will be an elevation on the both side of a groove. طيب يعني عشان نختصر الوضع هذا كله، انا هون في عندي هيو زي ما احنا شفنا من هون انا في عندي خلينا نقرا اول اشي عشان اشرح الصوره كل مره واحده يمكن اريح بكون. طيب فهون زي ما قلنا انه النيورال بليت هاي اللي بتشكل البدايه المبكره للنيرفس سيستم وبتتحفز بواسطه النوتوكورد عشان ايش؟ عشان يرتفعوا الجانبين تاعون الجروف اللي هم هذول الجوانب، هيو هذا الجانب وهذا الجانب، عشان يرتفعوا مع بعض لازم يتحفز من مين؟ من النوتوكورد عشان يرتفعوا، تمام؟ طيب ثاني شيء بحكي لي the ectoderm is going to have first to have first of all side elevation on each side of the midline and a type of elevation there are special cells called neural crest cells. This group of cells are going to represent the meeting point of two elevation. يعني باختصار بحكي لي أنا هون عندي بالنص إيش في عندي؟ هاي المنطقة وهاي المنطقة، شايفين هاي اللي بالأزرق الغامق وهاي اللي بالأزرق الغامق اللي بتيجي على القمة تمام تاعت الارتفاع، مش حكينا إنه هذول الثنتين عندي رح يرتفعوا صح؟ ممتاز. هون على القمة إيش في عندي؟ النيورال كريست اللي هي المنطقة اللي باللون الأزرق الغامق. هاي النيورال كريست هي منطقة الالتقاء، يعني المنطقة اللي رح يلتقوا فيها هذول التو جروفز بس إيش؟ يرتفعوا. تمام. بحكي لي a depression is formed between the elevation called the neural groove. يعني بحكي لي انه الديبريشن او المنخفض اللي بتشكل بين المرتفعين هذول شو بسميه؟ neural groove اللي هو هذا هو. هيو شايفين هاي المنطقة؟ مش قلنا اول اشي هذا كان هسا انا كان هذا عندي سطح مستوي تمام وهذا كان سطح مستوي، هاي بلشت ترتفع وهاي بلشت ترتفع، هون عندي النيورال كريست وقلنا النيورال كريست اللي هي المنطقة اللي راح يلتقوا فيها هذول الثنتين مع بعض، هاي المنطقة اللي بلشت تتشكل النيورال جروف هاي اللي بلشت تتشكل عندي بسبب ارتفاع هذول الثنتين شو بسميها؟ نيورال جروف اللي هي زي فجوة او منخفض. ممتاز. بحكي لي the underlying mesoderm is going to support the formation of neural elevation and the neural elevation are approximate each other until meeting at the midline formation the neural tube. يعني بحكي لي انه باختصار رح يرتفعوا عندي تمام عشان اخر اشي رح يلتقوا عند النيورال كريست اللي حكينا عنها اللي هي منطقة الالتقاء، بعد ما يلتقوا رح يشكلوا لي هيك زي دائرة صح؟ رح تصير هاي، يعني انا هاي عندي هيك مشت وهاي هيك مشت، بالنهاية رح يتشكل هون عندي النيورال جروف على شكل دائرة صح؟ شو بسميه؟ نيورال تيوب. فهو كان عندي نيورال جروف بس لما هذول الثنتين التقوا مع بعض واتحدوا شو صار اسمه عندي؟ نيورال تيوب. طيب بحكي لي from the neural tube many structure develop، يعني النيورال تيوب عندي بيطور لي عدة structures. بحكي لي most importantly the peripheral nervous system اللي هو يعني الـ PNS اللي هو أهم شيء بيطور لي إياه لنيورال تيوب. بحكي لي as well as the dorsal rooting ganglion، يعني كمان بيطور لي dorsal root ganglion وكمان بيطور لي إيش؟ بحكي لي the melanocytes of the pigmented cells in the skin and eyes and spinal nerves as well several parts of sympathetic
نيرفس سيستم، يعني هو كمان بيطور لي ايش الخلايا اللي بتيجي الصبغية، تمام، اللي يعني اللي موجودة بالجلد والموجودة بالعين، وكمان بيطور لي السباينال كورد، وكمان ايش وعدة بيطور لي عدة مناطق من السيمباثيتك نيرفس سيستم. هاي كلها مين اللي بيطور هالاشياء؟ النيورال تيوب، تمام. طيب بحكي لي the closure of the neural tube starts nearly in the middle and goes on both sides and until they reach the end of the structure of the neural tube and cranial end closes first and the caudal end closes 2 days later around 24 days. يعني بحكي لي هون باختصار انه انا عندي بتبلش هاي نيورال تيوب تسكر، تمام، وبتبلش من المنطقه الاقرب من الميدل من النص، تمام. اول إشي شو عندي اللي بيسكر؟ اللي بيسكر اول إشي اللي عندي الكرانيال اند. بعد ما يسكر الكرانيال اند بيسكر عندي بعدها بيومين تقريبا الكاودال اند، وبيظل تقريبا مسكر 24 يوم اللي هي هاي. لو نيجي نشوف هاي الصوره زي هيك بسكر، تمام. انا هون عندي الكاودال end، تمام، بتسكر بعدين، بس اول شيء مني بسكر عندي الكرانيال end اللي هي بهاي المنطقه، فهي بتسكر من هون، بعدين بعدها بيومين تقريبا بتسكر هون اخر شيء، يعني بتسكر الكاودال end. طيب هاي المعلومه موجوده صراحه بالكتاب، ما راح اشرحها، يعني انتوا اقراوها قراءه، حطيناها احتياطا، يعني هي صراحه ما بنعرف، يعني جبناها من الكتاب، الدكتور ما حكاها ومش موجوده بالمايند ماب، فاقراوها انتوا قراءه سهله، يعني ما بدها شيء. وهيك بنكون خلصنا سلسلة الأناتومي. يعطيكم العافية صميم، وسامحوني إذا طولت عليكم، بس والله يعني تعبان ومريض، ويعطيكم ألف عافية يا رب، وفالكم إن شاء الله الفول فاينل الأناتومي.